خطتك انت يا برج العقرب الفورفون، احتمال تكون انت في ارتباط زواج، احتمال انت بدك ترجع للشخص هذا. انت يعني طاقتك حلوة كتير، انت زي متصالح مع نفسك و نشوف انت بدك ترجع للشخص هذا لانه او نفسك الرجوع للشخص هذا لانه انت حاسس ان هذا الشخص هو امي لك، يعني بالنسبة لك شخص انت بتتمناه، انت شايفه عندي وتقيل الشخص هذا جدا، يمكن شايفه عفوي لكن بطريقة هيك شوي مش نفسية، انه هو شخص نفسي، لكن انت شايفه زي شخص عفويته بالعند، يعني بيعمل شغلات عفوية لكن عنيد فيها او بيمسك فيها بتمسك فيها بتمسك برأيه، وفعلا يعني هو عفوي لكنه بظهرش اللي داخل على فكرة شخصيته بظهرش. اشوف طاقتك، احتمال انت بتحقق انجازاتك وعملك، احتمال انت داخل في مشروع انت كنت تتمناه من زمان وحصل هذا المشروع، وكمان احتمال انك انت حاولت انك ترجع للشخص هذا وهو عاند معك، يعني مثلا بعت له مسج مرد او حاولت تتواصل معه عن طريق حدا ومرد عليك، فانت حسيته انه عنيد كتير وتقيل جديد كتير، وانت انا حاسس انه في من هيك بحس هذا الكرت عفوي شوي، يعني يكون هو مش بيحب نفسه شوي هيك بيعمل شغلات عفوية بس بتبين للأشخاص إنها شغلات مثلا عند شغلات كبرياء، يمكن أنت شايف عنده الكبرياء عالي جدا، وأنت يمكن شايف إنه هذا الشخص بيراقبك وأنت مش متأكد بس واحتمال إنك أنت بعت له عنية الرجوع هو رفض أو ما فتح رسائلك أو مثلا جهلك. الشخص هذا حاليا بيطلع من مشاكل معينة، هو زعلان جدا الشخص هذا جدا جدا، الشخص هذا في أشياء في حياته زي مخربشة، هو بحاول إنه يلملم أموره، احتمال يكون طالع من ارتباط كان متعبه أو خسر في العمل أو عنده شخص هو بدير باله عليه بحاول إنه يحمل أحزانه عشان ما يضلش حزين، يمكن الشخص هذا بيختلف عن هذا، هو مثلا بدير باله على شخص حزين نفسيته تعبانة، في عنده مثلا شخص توفى له حدا عزيز عليه، الشخص هذا مشغول في شخص آخر مش شخص حب، لا في شخص عنده اكتئاب عنده زعل عنده خسارة، وهو بحاول يعوضه بالطريقة فنية، يعني بطريقة الحربة بيحكوها، طيب خلينا نشوف هو حربوه شكله، يعني بيعرف يقدر يلملم المواضيع بشطارته بفن، يعني بس بفن مش ب خلينا نشوف الكروت نكمل القراءة. في إشي أفضل بحكيلك من غير الممكن، مش عارف شو قصدي، يمكن انت حاولت ترجع للشخص بس هذا الشخص رفضك او تباعد عنك، يعني يمكن هو بيربك وانت شايفه متباعد، انا شايفك انك انت شايفه متباعد، الشخص ده بعيد هون بيحكوا لك خليك ايجابي، الايجابيه هي اللي بتجيب الحب او الرومانسيه، يعني
هون بيحكوا لك انفصل عن العالم، خد وقت وانفصل عن العالم. وهون بيحكوا لك في شيء أفضل. Something better. وهون بيحكوا لك من غير الممكن في شيء أفضل، يمكن أنت طريقتك مثلا في أفضل منها. خلينا نشوف احنا عمرنا راح نشوف. أنا جبت كمان كروت احتياط لبرج العقرب. خلينا نشوف شخص هذا شكله متباعد عنك. احتمال انت في خطوبة مع شخص جديد، مش كراش، في خطوبة، في خطوبة، او انت بتستنى في شخص مثلا انت طلبت شخص للزواج وانت بتستنى الرد منه. احتمال وانت شايف انه طويل بال وشخص بحب يحلل الامور كتير ودقيق وعنده شروط وطلبات مثلا تعجيزية شوي، او عنده مثلا قواعد هو ملتزم فيها. هم بيحكوا لك المطارد في الاعتماد المشترك، قضية الخوف من الهجر. شخص شكله بخاف، هو مطارد، هو المطارد، انت المطارد وهو الهارب. بيحكوها في العلاقات، يعني في شخص بيكون دايما يهرب وشخص يطارده. الشخص هذا دايما بهرب لانه هو بخاف انه حدا يتخلى عنه، حدا يتخلى عنه. الشخص هذا احتمال هو كل ما يفوت علاقة بهرب منها، بتركها بروح خوف. وانت مثلا بتفاجئه او بتزن عليه انه ترجع، او بتحسسه بانه شخص مثلا لازم يتقيد فيك، وهو بخاف انه يتعلق فيك ويتقيد فيك وانت تتخلى عنه، فبهرب، بقوم بهرب. يعني خوف، يعني يكون شيء هو عقدة عنده من الماضي او عقدة عنده من الطفولة. بيكون فائد هذا الشخص شيء من الماضي او من الطفولة، وبصير في علاقاته هاي العقدة لازمة. طبعا بيحكوا لك كاميرا آلة التصوير. طبعا يعني تذكر او في عندك تذكار، تعلم من الماضي واصنع الذكريات. معناته انت لازم تكون اخذ درس من الماضي مع الشخص هذا، سواء هاد او غيره. احتمال انت اللي تكون تهرب من العلاقات. خلينا نشوفه كيف شايفك عموما. هلا رح نعرف. طيب الشخص هذا حاليا اما هو في انفصال عن العالم، وهم بيقولوا لك كمان انت انفصل عن العالم، او ماخذ اجازة عن العالم. الشخص هذا تعبان شوي، يمكن عنده مرض معين وهو بحاول يتشافى منه. الشخص هذا بيراقبك لكن هو بصير لكش انه بيراقبك ومهتم فيك نهائيا. كمان الشخص هذا مهتم في شيء يخص صحته، ومهتم في شيء يخص العائلة اكتر حاليا. لكن الشخص هذا بيراقبك على فكرة، بيراقبك، بيراقبك الشخص هذا، وانت عارف انه بيراقبك. بس هو مشغول بشخص اخر حاول يطلعه من المود الزعم. انا شايفه، انا شايفهم شخصين يعني. طيب خلينا نشوف شو مشاعره من ناحيتك يا برج العقرب. الشخص هذا هو كان شايفك انك انت شخص مرح ومتوازن وبتعرف تحسبها صح، وكمان انك انت بتاخد وقت طويل لمثلا تعطيه جواب عن شيء معين. هو كان شايفك شخص ناضج جدا لكنك مرح، تحب المرح والمثلا الفسح، الخروج، تحب السفر،
بتحب مثلا النكت كبرجك، كيف الشخص العقرب شخص مرح جدا وبحب الاشخاص المرحين، هو هيك كان شايفك انك انت شخص مرح جدا، تحب البدايات الجديده، تحب انه كل يوم يكون في اشي جديد. كمان كان شايفك ان مشاعره من ناحيتك، وبحبك جدا على فكره الشخص ده، فكر فيك جدا بعمق، لكن تفكيره فيك بعقلانيه يعني بالعقل اكتر الهارمنت. الشخص هذا يفكر فيك وبعيد حساباته وبعيد شريط العلاقة كامل، وبحاسب نفسه وبحاسبك انت، لكن انت بدون ما تشعر نهائيا. يعني الشخص هذا بفكر فيك بنضج، مش ب يعني باسلوب انه شوي ما في نضوج، لا هو بفكر فيك لوين متجه العلاقة بالضبط، وإنه مثلا إذا في عوائق بيناتكم، إنه لأني حاسس إنه في عوائق بيناتكم، الشخص هذا بده يشوف هالعوائق هاي يجوز إنه تجتازوها أو لا. كمان الشخص هذا شايف إنه العلاقة فيها اختلاف، فيها اختلاف اختلافات، وشايف إن العلاقة ماتت، هي انتهت، أصبحت ماضي. عشان هيك بيحكوا لك الكاميرا عيد ذكرياتك في هاي العلاقة، قولوا لك في شيء أفضل وخليك إيجابي. فاحتمال الشخص تكون انتهت أو بدها تغيير، بدها تغيير، بدها العلاقة هاي سيطرة وبدها تحكم. احكي لك شو هو كان شايف العلاقة، انها في شخص كان مسيطر اكتر من التاني، سواء انت يا برج العقرب او هم، يا اما هو كان بده يسيطر على العلاقة او انت يا برج العقرب كنت بدك تسيطر على العلاقة، فاختار الافضل انها تموت العلاقة بسبب السيطرة. العلاقة هاي كان فيها سيطرة قوية جدا، وكان فيها محتاجة تغيير جذري. احتمال في اختلافات بيناتكم، وانه من المستحيل ان هاي الاختلافات تتغير. شايف عائق كبير في العلاقة، والشخص شايف عائق كبير. احتمال تكون انت يا برج العقرب مرتبط، في ارتباط، الشخص هذا شايف انك انت العلاقة هي فيها حب، حب مفتوح، لكن فيها نوع من السيطرة. انت يا برج العقرب كأنك حاولت تسيطر على هذا الشخص وتغيره. الشخص هذا احتمال كان بده تغيير كامل، او انت كنت بدك تغيير كامل. خلينا اشوفك هيك، القي نظرة يعني. الشخص هذا يا اما انت مرتبط، في عائق بيناتكم، في عائق واقف بيناتكم، يا اما انت مرتبط يا برج العقرب يا اما، او في عائق مدينه، عائق كبير يعني. هو كان شايف العلاقه، انا هاي العلاقة اعتقد انها انتو منفصلين لكو فترة طويلة، وانت بدك تعيد احياء هاي العلاقة، بس مش عارف كيف تدخل للشخص هذا، لان انت شايف هذا الشخص متباعد ويعني قافل معاك، قافل معاك، قاطع معاك العلاقة، وانت شايف انه الشخص هذا زي حط لك بلوك، تباعد، شخص عنيد، اخذ القرار مثلا، انت شايفه عنيد جدا جدا، وشايفه انه هو شخص تباعد عنك بكل شيء، مشاعر وحتى التواصل الروحي قطعه معاك. العلاقة هي مقطوعة لها زمان زمان. اذا الشخص شايف هاي العلاقة بدها احياء من اول وجديد، بدها احياء او ماتت، انتهت العلاقة هاي. في
في صار بينكم انفصال، في شخص ترك التاني وتباعد عنه فجأة، في شخص انت يا برج العقرب بالاكثر انت تباعدت عن الشخص هذا فجأة، في مشكلة صارت في الماضي تم احيائها او يعني تم النقاش فيها يعني، او في ثغرة في الماضي انتم مش قادرين تسكروها، يعني في مشكلة حصلت وانتم مش قادرين تتشافوا من هاي المشكلة، يعني في الشفاء تم في هاي المشكلة، يعني هاي المشكلة ظلت مفتوحة، يعني لا انت بررت له الموقف ولا هو برر لك الموقف، في شيء لازم يصير فيه تسامح وتسامح كبير، في حدا يعني تخلى عن الاخر بطريقة قاسية، طريقة مثلا انت يا برج العقرب تركته فجأة، ذهبت ما اعطيته اي اهمية، قطعت العلاقة فجأة، في كمان انا شايفة اكثر من سيناريو يعني بصراحة، في كمان اشخاص مرتبطين في علاقة اخرى معك يا برج العقرب، او انت مرتبط وفي علاقة مع شخص اخر، إيه العائق اللي في العلاقة هاي، اول اشي في مشكلة انه فيكو شخص ترك التاني فجأة ورحل بدون اي سابق انذار، يعني شخص صحة او يعني قام لقاك انت مثلا حطيت له بلوكات او اختفيت، ذهبت، إيه وفيكو اشخاص في عندهم نوع من الادمان، من الادمان العلاقة، فيكو حدا مدمن ومحتاج لشفاء، شفاء كامل، في منكو كمان في علاقة ثلاثية او علاقة لسه ما خلصتش ما انتهتش. طيب إيه خلينا مع بعض، اكيد رح ارجع اشوف، يعني في شيء افضل من بقولولك، عموما في شيء افضل، بس انت كأنك عايش في الماضي، بس انت بس عايش في الماضي، انت بتتجع للشخص هاد. طيب خلينا اشوف، هو شافك انك انت عنيد جدا، والشخص هذا انت تركته فجأة وهو حاول انه مثلا يراسلك تتجاهله، حاول يراسلك انت كنت تتجاهله، او حاول يبرر موقفه وانت كنت تتجاهله، ما اعطيتوش فرصة كافية انه يبرر موقفه، انت ما اعطيته فرصة كافية انه يبرر موقفه، فشخص هاد شايفك انك انت شخص عنيد، وانت مثلا يعني مصالحتك صعبة جدا، وانت لما تنجرح بتتباعد، تصير بعيد، شخص بعيد بعيد، حتى لو كانت علاقتكم لها سنين طويلة انت بتتباعد في كل جوارحك، يعني فشخص هاد شايفك انه هو مش